قياس السبيسيفيك جرافيتي باليورومتر لو كان جابه يعني في الامتحان. بتحطه المفروض انت بتعمل روتيشن، ما اعرفش هو ايه. المهم ان انت ما يلمسش الهول بتاع السلندر، بتلفه وتسيبه، بتسيبه لحد ما يثبت، وبتاخد القرايه بتاعته. ما انت ما بتحركوش، انت اللي بتلف له عشان تاخد القرايه. القرايه بتزود على واحد. لو القرايه 20 تبقى 21 من 1000، لو القرايه 25 بتاعته يبقى 1 و25 من 1000. بتحط الرقم من 1000 جنب الواحد كده. هو ثابت. حاول بقى تجيب لف اكتر. بتلف حواليه، مش بتلفه هو، انت اللي بتلف حواليه. اهم حاجه الشرط الصغيره، الشرط الصغيره. ايوه في شرط صغيره اهي. تمام. وغالبا 34 في الحدود دي. طيب بعد ما طلعت القرايه، المفروض ان القرايه السبيسيفيك جرافيتي النورمال رينج بتاعها يا اما من 1 و10 من 1000 ل1 و45 من 1000. تمام. هو انت لحد هنا مظبوط. لو لقيت القرايه اكبر عن كده او اقل من كده ليها اسبابها بتكتبها. المهم ان ممكن يبقى في تريكات تيجي. المفروض ان اليورومتر بتقيس السبيسيفيك جرافيتي في درجه حراره 20، درجه حراره الغرفه اللي هي 20 درجه سليزيوس. لو هو طلب منك الحراره في ازيد مثلا من كده زي ال 32 درجه سليزيوس، كل زياده في درجه الحراره، او كل 3 درجات زياده في درجه الحراره عن بتاعه الغرفه بيقابلها واحد شرطه زياده في قرايه اليورومتر.